تحتفي المنظمة العالمية للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو في مقرها في باريس اليوم وهو 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية. الاحتفاء يشمل أنشطة وجهود المنظمة الرامية إلى صون التراث الثقافي العالمي غير المادي وتقدير العربية كأداة للتعبير الثقافي في تنوعه. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية إليكم حقائق ومعلومات قد لا تعرفونها عن اللغة العربية. اللغة العربية يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي وتركيا وإيران وتشاد ومالي وأريتريا. اللغة العربية هي اللغة السادسة في الأمم المتحدة، تسمى اللغة العربية لغة الضاد لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد. عدد كلماتها يبلغ 12 مليون و300 ألف كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الإنجليزية. لها 16 ألف جذر لغوي مقابل 700 جذر لغوي للغة اللاتينية. جذر أو جذر. نشرت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يظهر صغارا وكبارا ممن يدعمون مبادرة بالعربي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم 18 ديسمبر. تهدف المبادرة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية ومفرداتها في حياتنا اليومية واستعادة مكانتها كلغة عالمية وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام الرقمي والاجتماعي من أجل زيادة المحتوى العربي من خلال حث الجمهور على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية. معي من باريس سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم. مساء الخير، أهلا بك معنا. ما هي مبادرة بالعربي؟ إلى ماذا تعود فكرتها؟ نور، الفكرة بسيطة، هي بدأت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس المؤسسة، مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، لتحفيز الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي أن يعودوا للعربية، أن يكتبوا باللغة العربية ويتعودوا عليها. في 2013 كان كثير من الشباب انجرف وراء الكتابة باللغات الأخرى، بل بدأ يكتب اللغة العربية بأحرف لاتينية. والحمد لله هذه المبادرة مع اليوم العالمي للغة العربية، هم لأن احنا ننسق مع بعض، بدأت تؤتي ثمارها. كثير من الشباب انتبه ونظر إلى اللغة العربية أنها ليست فقط لغة، بل هو انتماء وولاء للأمة العربية، وكذلك هي أمان وفخر واعتزاز، وهي حاضر ومستقبل. فإذا نشأ الشاب بعيدا عن لغته أو لا ينظر إليها بنظرة فخر واعتزاز، فإن هناك اهتزاز في نفسه وسيكون، وضعف نفسي وبعد عن الواقع والحقيقة التي يعيش فيها. اليوم سيد جمال، إلى أي درجة في تركيز أيضا بمبادرتكم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تأخذ حيزا كبيرا في حياتنا اليومية وحياة الشباب اليومية لزيادة المحتوى العربي التي هي من أبرز أهداف هذه المبادرة؟ الآن اللغة العربية في ازدياد الحمد لله، لكن نريد أن تصل إلى المراتب الأولى. اللغة العربية يتكلمها قريب 700 و800 مليون، لأن هناك مسلمون كثر يتعلمون اللغة العربية في مدارسهم، وكذلك اللغة العربية يكتب بها بحروفها كثير من الأمم، منها إيران وغيرها من الدول تكتب بالأحرف العربية. فالحروف العربية موجودة بكثرة في تويتر وإنستغرام وفيسبوك، لكن نريد من العرب أن يزيدوا من المحتوى المفيد. أنا أشكرك جزيلا. محتوى عربي ومحتوى مفيد في الوقت نفسه طبعا. كما قلت سعاد جمال بن حويرب، شكرا جزيلا لك العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، شكرا على هذه المشاركة من باريس.